عطية كان أكبر مني ب25 سنة، كنت لسه عيلة صغيرة في بيت جدك. كان جوز نعيمة اللي بتجيب لنا الزبدة والبيت في البلد. لما كانت بتبقى عيانة ولا والدة كان بيجي من غيرها. أول ما شافني حط عينه عليا، ولما كان يجي من غيرها كان يجيب لي هدية، عقد بلاستيك، عنقود ملبن، إزازة ريحة. حبيته من غير ما أحس. عرض عليا يتجوزني عليها وأنا وافقت، ولما جدك رفض هربت معاه واتجوزنا في السر. خلي بيت على أول البلد عندهم، وكان كل ما يعرف يهرب من نعيمة وعيالها كان بيجيني. في الأول كان بيعرف كتير قوي قوي، لما راحت الزهوة بقى يجيني كل فين وفين. لما حبلت اتجنن وحلف عليا يمين طلاق لو ما سقطتش. لما رفضت وعنيت قام عليا زي الطور الهايج ونزل فيا ضرب لحد ما سقطت. كنت بين الحياة والموت. لما شافني بروح منه خاف قوي، وقعد جنب مني بالأيام وما سألش في نعيمة وعيالها، ودي حاجة ما كانتش بتحصل. كان ندمان، كان بيبوس رجلي من الندم. بس أنا بقى كنت خلاص كرهته وخفت منه ومعدتش بحبه زي الأول. ولما شميت نفسي قام الصبح لقاني طفشانة، ورجعت بيت جدك وأنا بلع 100 جزمة في بقي. أنا ما كانش ليا لا أب ولا أم. كنت فاهمة إنهم هيدفنوني بالحياة على عملتي. لقيت أمي بتاخدني في حضنها وتعيط كأن ضناها كان ضيع منها ورجع لها. جدك وقف لعطية ولا كأني بنته اللي من صلبه، لحد ما طلقني منه وقطع رجله هو ومراته، وما شفتش خلقتهم من يومها. ما فيش سند للبنت غير أهلها وعزوتها، صدقيني. ومن وقتها كرهت صنف الرجالة وقطعتهم، ووهبت روحي لأمك وليكو لما بقى أهون عليا ينقلها لعين ولا إن ناموسة تقرص حد فيكم.